مع كل هدف يسجله محمد صلاح تدرك أنه إما وصل لرقم قياسي جديد أو أنه يقترب من ذلك. مسيرة أسطورية يعيشها الفرعون محمد صلاح، سواء في مسيرته الاحترافية في أوروبا أو مع المنتخب المصري. في مشوار الفراعنة في تصفيات المونديال، نجح المنتخب في تحقيق 3 انتصارات وتعادل وحيد. البداية كانت أمام جيبوتي، وفاز المنتخب بسداسية سجل منها محمد صلاح رباعية، وعاد صلاح في لقاء غينيا بيساو في الجولة الرابعة وسجل هدف التعادل، هدف رفع رصيد صلاح في التصفيات إلى 5 أهداف، ليحتل صدارة هدافي تصفيات المونديال بالتساوي مع محمود تريزيكي. لكن صلاح كعادته ينفرد برقم خاص. صلاح أصبح الهداف التاريخي لمنتخب مصر في تصفيات المونديال، فهو أكثر من سجل أهدافاً في تاريخ الفراعنة بالتصفيات المؤهلة للمونديال برصيد 16 هدفاً. وفي تصفيات أمم إفريقيا سجل صلاح الهدف الثالث في رباعية الفراعنة أمام بوتسوانا. خلال مشوار صلاح مع الفراعنة نجح في تسجيل 56 هدفاً، واقتحم قائمة الهدافين التاريخيين للمنتخب المصري في كل المسابقات، وأصبح يحتل المركز الثاني في ترتيب هدافي منتخب مصر عبر التاريخ. قائمة يحتل صدارتها حسام حسن المدير الفني للفراعنة برصيد 69 هدفاً، إلى أن صلاح يقترب بشدة من المركز الأول، يفصله 13 هدفاً عن التساوي مع العميد. وحتى لا ننسى فإن المشاركة الدولية الأولى له كانت أمام سيراليون في 3 سبتمبر عام 2011، وأحرز أول أهدافه الدولية مع الفراعنة في لقاء النيجر في عام 2012. المتابع لمسيرة صلاح يدرك أنه سيحطم الرقم القياسي وسيصبح محمد صلاح الهداف التاريخي.